سيد مصطفي، يعني المالية النيابية اليوم تحدثت بكلام خطير بأن العقوبات هذه قد تطال البنك المركزي. كيف؟ طيب هنا أين نضع هذه التحذيرات، أو في أي خانة نضع هذه التحذيرات برأيك؟ تفضل. ذات حضرتك ورحب بضيفكم الكريم ومشاهدي قناتكم الأعزاء. نعم، هذه التحذيرات نحن نعرفها منذ قرابة 8 أشهر إلى 10 أشهر. الفدرالي الأمريكي الآن ووزارة الخزانة الأمريكية لا يأخذون الموضوع حقيقة من باب العلم بالشيء، إنما يأخذوه من باب يجب التنفيذ، ولو كان هذا الموضوع على حساب تدمير الاقتصاد العراقي ما عندهم مانع بالمرة. الأمريكان حقيقة بالبداية جونا بقضية اللي هي إخراج 4 مصارف، بعدين منصة فلتر، بعدين بعد ذلك إيقاف البطاقات الذهبية، ثم تسليم الدولار لأربعة مصارف، ثم الآن 14 مصرف، والقائمة تطول. قد نشهد 10 مصارف قريبا، قد نشهد الأمريكان لديهم ورقة حقيقة خطرة أخرى اللي هي ورقة تحديد التجارة، يعني يحددوا لك دول محددة للتجارة معها. بعد ذلك ينتقلون إلى الخطوة الأخطر اللي هي عملية استيفاء الحسابات الحكومية، ومو يقومون بعملية التجارة بدالنا. فبالنتيجة أنا أنصح حقيقة يعني أحذر البنك المركزي العراقي من الاستمرار بسياسة الفجوة مع الفدرالي الأمريكي مثل فضل السيد النائب. وإحنا ما عندنا مشكلة، هاي المصارف قاعد تسوي عمليات مع إيران، مع كثير من الدول، مع سوريا، هي بالعراق ما مو ممنوع الموضوع ولا هو موضوع حقيقة خطأ، لكن عند الأمريكان عندهم مشاكل مع هذه الدول. يقول لك هذا الموضوع دي يضرب سياستي يعني، فأنت قاعد تأخذ دولار من عندي، أنا بالنسبة لي حساباتك كل شغلك الدولاري وياي، فأنت تطبق سياسي. صارت فجوة. البنك المركزي العراقي لم يحسن إدارة هذه الفجوة حقيقة خلال هذه 6 أشهر 8 أشهر. شوف، خل أضرب لحضرتك مثل حتى تكون واضحة للمشاهد. نعم تفضل. دول الخليج عندها تجارة تصل 30 مليار دولار سنويا الآن مع إيران، وهذه الدول نفسها اللي أمريكا ما تريدها.